Bim Sul. مشاهدينا اهلا بكم، هذه نشرة الاخبار ابداها بابرز العناوين. إصابة 11 مواطنا بتفجير الحبوب وسط الناصرية، والبصرة تشهد اضطرابات بين الامن والمتظاهرين. من واشنطن، الكاظم يعلن عن قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن منتصف الأسبوع المقبل. الصحة تسجل 2947 حالة شفاء، والإصابات تتخطى حاجز 200,000 منذ تفشي الوباء. ردا على القرار الأمريكي، 13 دولة بمجلس الأمن تعارض فرض عقوبات على إيران. أهلا بكم، البداية من آخر المستجدات. في محافظة ذي قار تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الغاضبة في الناصرية، حيث أقدم محتجون على محاولة هدم مقار حزبي هناك. مصادر خبرية أكدت أن آليات ثقيلة اصطحبها المتظاهرون إلى مقر الأحزاب، وبدأوا بتهديم أسوارها الخارجية وبعضا من أجزاء بناياتها. هذا وكان مصدر أمني أفاد في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة بارتفاع حصيلة جرحى التفجير الذي استهدف ساحة الحبوب وسط الناصرية إلى 11 شخصا. وذكر المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت داخل دراجة نارية خلف إحدى خيم الاعتصام في ساحة الحبوب. وأضاف المصدر أن 3 من الجرحى حالتهم خطيرة، وأن المصابين نقلوا إلى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج. محافظ ذي قار ناظم الوائلي وجه قيادة شرطة المحافظة بالتحقيق الفوري بحادث الانفجار الذي وقع في ساحة الحبوب، ودعا الوائلي في بيان له قيادة الشرطة إلى نشر المزيد من القوات الأمنية في محيط الساحة، مشددا على ضرورة تعاون المتظاهرين والمواطنين مع القوات الأمنية والإبلاغ عن جميع الحالات المشبوهة. وفي البصرة، انتشرت القوات الأمنية وفرضت إجراءات مشددة بمركز المحافظة بعد أحداث عنف للمتظاهرين على خلفية اغتيال عدد من الناشطين. وقطعت القوات الأمنية الطريق من تقاطع البلدية باتجاه العشار. من جهتها، أعلنت قيادة شرطة المحافظة عن جرحى في صفوف عناصرها، داعية جميع المتظاهرين السلميين للتعاون ومنع المجاميع المثيرة للعنف من ممارسة هذه الأفعال والتي تستوجب الرد وفقا للقانون. وكان المتظاهرون في البصرة قد أضرموا النيران في مكتب البرلمان للمطالبة بإقالة المحافظ، وتوجه المتظاهرون إلى مكتب مجلس النواب في المحافظة وقاموا بإحراقه وإغلاقه، فيما قامت القوات الأمنية بتفريق المحتجين وسط انتشار مكثف لقوات مكافحة الشغب. والنواب البصري يوما على مود التوقيع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نشرتنا مستمرة وفيها: من واشنطن الكاظم يعلن عن قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن منتصف الأسبوع المقبل. الصحة تسجل 2947 حالة شفاء، والإصابات تتخطى حاجز 200,000 منذ تفشي الوباء. ردا على القرار الأمريكي، 13 دولة بمجلس الأمن تعارض فرض عقوبات على إيران. أهلا من جديد. وفي ملف زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، التقى في مبنى الكونغرس الأمريكي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والمجالات الأخرى. وأكد الكاظمي أن العراق دولة ذات سيادة، وأن التعامل معه يكون وفق هذا المبدأ. من جانبها أثنت على الخطوات التي اتخذها الكاظمي منذ توليه مهامه في الحكومة، والجهود التي بذلتها الحكومة في ملف المكونات والنازحين، ودعم جهود العراق في الحرب ضد داعش. كما تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل، وجرى خلال الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة والبحث في سبل تعزيزها على الصعد الاقتصادية والأمنية، فضلا عن دعم التعاون المشترك في المجالات التعليمية والثقافية المختلفة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في لقاء حصري مع مراسلة العراقية الإخبارية في واشنطن أنه سيزور كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر لإكمال اتفاقيات سابقة وتوقيع أخرى جديدة مع البلدين، مؤكدا أن زيارة الأردن ستجرى الأسبوع المقبل. بكل تأكيد شهر الأمريكان، الإيران دولة جارة عندها حدود وعندها مصالح في العراق، وكذلك هناك تشابك ثقافي اجتماعي يجب أن نحط في نظر الاعتبار. كما قلنا قذف الأمريكان، نحن نعمل في العراق على مبدأ العلاقة وفق السيادة العراقية. وفيما يخص تركيا، فيما يخص كذلك ذكرنا حتى فيما تركيا عندما ساحت الصحفيين، نحن تركيا دولة جارة ودولة مهمة جدا، ولكن في نفس الوقت نرفض اعتداءات تركيا على الأراضي العراقية. الزيارة لعمان ستكون الأسبوع القادم، منتصف الأسبوع أنا راجع إلى بغداد، أتوقف في بغداد، ومن ثم الذهاب للأردن للتباحث في العلاقات العراقية الأردنية، ومن ثم تكملة الحوار العراقي المصري الذي بدأ في القاهرة في زمن الحكومة السابقة. أوضح وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ما نص عليه البيان المشترك للعراق والولايات المتحدة بشأن مصطلح إعادة انتشار القوات الأمريكية. حسين قال في مقابلة أجرتها مع العراقية الإخبارية أن المباحثات بين الجانبين وصلت إلى مرحلة جدولة إعادة الانتشار. هو إعادة الانتشار من العراق، يعني لأن هذه القوات جاءت من المناطق الموجودة في أطراف العراق، يعني من الدول المحيطة في العراق، يعني يكون إعادة الانتشار أنه بعض هذه القوات تعود إلى هذه الدول، ولكن في نفس الوقت هناك فقرات واضحة في البيان تعبر عن حاجة العراق مستقبلا. يعني احنا عبرنا مرحلة معينة وسوف ندخل المرحلة الجديدة، والمرحلة الجديدة إلى علاقة بكيفية التعاون في هذا المجال، لأن هناك مجامع إرهابية وحاجة عراقية، حاجة عسكرية أمنية تسليحية تدريبية للأمريكان، فسوف نتفق حول كيفية ملء هذه الحاجة، وهذه اللجنة الفنية سوف تتفق أيضا حول هذه المسألة.
وعلى مدار الأيام الماضية عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له خلال زيارته إلى واشنطن عدة اجتماعات ركزت على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. التقرير الآتي يسلط الضوء على بعض تفاصيل هذه الزيارة. زيارة استثنائية من حيث توقيتها وما تحمله من ملفات شائكة تتعلق بعلاقات العراق والولايات المتحدة، إضافة إلى أبعادها الإقليمية طرحها الكاظمي في عاصمة صنع القرار واشنطن. فعلى مدار أيام عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الوزاري المرافق له عددا من اللقاءات مع مسؤولين أمريكيين ركزت على تفعيل التعاون بين البلدين أمنيا واقتصاديا وصحيا وغيرها من الجوانب. الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة اتسم خلال السنوات الماضية بالركود، وأنا سعيد لرؤيته يتجدد. في 2008 و2009 كنت جزءا من الفريق المفاوض لترسيخ الأسس بين البلدين، ولكن من الصعب حل كل شيء في وقت واحد، وبالتأكيد مع انتهاء الجائحة وتحسن الاقتصاد ستقدم الولايات المتحدة كل الدعم اللازم. بالتأكيد أنه تقدم مهم فيما يخص الاتفاقيات التي أبرمت. نحن نعلم بالتحديات التي تواجه رئيس الوزراء، ولكنه محاط بكابينة وزارية لديها رؤية مستقبلية واضحة. المكتب البيضاوي ولقائه بالرئيس ترامب، ثم غرفة التجارة التي جمعت أعضاء من رجال الأعمال وأبرز الشركات الأمريكية، مرورا بلقائه برئيسة البرلمان نانسي بيلوسي. كانت هذه أهم محطات زيارة الكاظمي التي شهدت حوارات مكثفة وعلى مستوى من الجدية والوضوح. يرى مراقبون إنها ستفتح آفاقا جديدة في مستقبل العلاقات بين البلدين. نجاحات الكبيرة تعتبر إلى السيد الكاظمي، ولكن المشكلة الأساسية عندما يرجع السيد الكاظمي إلى العراق، هل سيكون هناك الكلمة السياسية الموحدة لدعمه لكي تكمل هذا النجاح؟ بدون دعم الكتل السياسية في العراق سيكون هذه الزيارة، يعني ستذهب هذه الفرصة العظيمة من يد العراقيين. الأمريكيون كانوا متفائلين بما أفرزته الزيارة من تفاهمات، إضافة إلى ما خرجت به من صفقات اقتصادية يتوقع أن تسهم إلى حد كبير في دفع التفاهمات السياسية إلى الأمام، بما ينسجم ورغبة الشارع العراقي لتجاوز الأزمات. ما تحقق في زيارة الكاظمي إلى واشنطن لن يكون محصورا بعلاقات البلدين فحسب، وإنما سيسمع صداه في عواصم دول الجوار الإقليمي، خصوصا تلك الساعية إلى دعم عراق يسوده القانون ويوفر العيش الكريم لمواطنيه. من العاصمة الأمريكية واشنطن، إيناس فاضل للعراقية الإخبارية. وفي سياق الموازن، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن هناك مستشارين من التحالف الدولي من أجل التدريب والتسليح والتجهيز. وقال اللواء رسول لوكالة الأنباء العراقية أن القوات العراقية تتبادل مع مستشاري التحالف بعض المعلومات الاستخبارية. من جانبه قال الناطق باسم التحالف الدولي في العراق العقيد مايرز كيكنز أن قوات التحالف تقدم الدعم اللوجستي الذي تطلبه الحكومة من أجل دعم القوات العراقية، وأشار إلى أن التحالف الدولي ليس لديه قوات تقوم بعمليات قتالية خارج القواعد. شبهات وفساد تحوم حول شركة أطلس التركية المتخصصة بصيانة الطائرات أدى إلى خلاف بينها وبين شركة الخطوط الجوية العراقية وغلق الشركة التركية نظام الصيانة الإلكتروني الخاص بالطائرات، ما دعا لجنة الخدمات في مجلس النواب إلى التحقيق بهذه الملفات.
خلاف بين شركة الخطوط الجوية العراقية وشركة أطلس تيم التركية المتخصصة بصيانة الطائرات العراقية الأخيرة تغلق نظام الصيانة الإلكتروني الخاص بالطائرات وتغادر العراق نتيجة عدم الاتفاق مع السلطات العراقية بشأن عقد الصيانة المبرم بين الطرفين. هناك شبهات فساد بصراحة تعم في بعض الأقسام، وهناك مبالغ في قضية الصيانة وإعداد جداول الكميات. العقد الذي يقدر بسبعة ملايين دولار تشوبه الكثير من شبهات الفساد والمغالاة بحسب لجنة التحقيق النيابية بالملف، لكن سلطات شركة الخطوط الجوية تقول إنها تجاوزت الأزمة بالاعتماد على طواقم الشركة لصيانة الطائرات دون أن تتأثر حركة الطائرات بذلك. على كثير من مفاصل الأمور التي ناقشنا مع السيد مدير الخطوط، وإن شاء الله ستكون هناك إجابة قريبة لكل الملاحظات التي تم التباحث حولها، وكذلك يعني اطلاع ميداني على وضع الصيانة وغير الصيانة والخطوط الجوية بشكل عام. تأثرتم بانسحاب الشركة الأجنبية؟ كلا، لم نتأثر ولا 1%، لأنه احنا قدراتنا الحمد لله والشكر أعلى من قدرات الشركة الأجنبية، والحمد لله والشكر مسيطرين على طائراتنا وعندنا الإمكانية إلى مزيد من العطاء. وتحقق اللجنة النيابية بملفات الفساد في القسم التجاري والصيانة والشركة المسؤولة عن جباية أموال مرور الطائرات في الأجواء العراقية، فضلا عن فتح ملف التجديد لشركات الحماية والنقل في المطار وشركة الخطوط الجوية العراقية. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد عمدت شركة أطلس تيم التركية المتخصصة بصيانة الطائرات العراقية على إغلاق نظام الصيانة الخاص بالطائرات ومغادرة العراق دون سابق إنذار، والذريعة اختلاف بينها وبين شركة الخطوط الجوية العراقية على العقد المبرم بينها والذي يقدر بسبعة ملايين دولار. من بغداد، سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية. وضمن جهود وزارة النقل بتوفير خطوط منتظمة فضلا عن تسهيل نقل المواطنين من وإلى مطار بغداد الدولي وإنهاء المعاناة التي واجهتهم خلال 16 سنة مضت، أعلنت الوزارة إطلاق مشروع نقل المسافرين بواسطة حافلات حكومية بعد إنهاء عقد تاكسي. وزارة النقل تخاطب المسافرين: معاناتكم انتهت مع إطلاق مشروع نقل المسافرين عن طريق حافلات الوزارة الموجودة في المرائب الرئيسة ببغداد. آلية الحجز مرتبطة بتذكرة الطيران، وأسعار النقل مناسبة بعد انتهاء مدة عقد ما يعرف بتاكسي بغداد وأجور نقله الباهظة الثمن. المواطن اللي يدخل للمطار معاناة كبيرة، خاصة بالتعامل مع السيارات المتواجدة اللي كانت حصرية وده يدفع مبالغ كبيرة جدا، فإحنا ردنا حقيقة نطبق مثل ما موجود بالعالم كله، هنالك بالعالم كله سيارات تقل المواطنين من مناطق محددة إلى داخل المطار ويتم تفتيش عادي مثل أي تفتيش أي واحد. فإحنا حقيقة بدأنا بأربع مرائب اللي هي العلاوي والكاظمية والنهضة والبيع. هاي بالتأكيد راح توفر كثير للمواطن، 5000 دينار توديه إلى داخل المطار. شركة نقل المسافرين أكدت أنها ستمضي قدما بمشروع تاكسي المطار الوطني بنفس العجلات المؤجرة سابقا للجهة المستثمرة، في حين تشير معلومات غير رسمية إلى أن سلطة الطيران المدني قد تعاقدت مع شركة نقل تعرف بتاكسي المميز والتي قد تباشر العمل قريبا. ستكون حركة هذه الباصات متزامنة مع جدول حركة الطيران، سيتم الإعلان عن هذه المواعيد في المواقع الرسمية للعائدة للشركة وكذلك الوزارة وفي مناطق انطلاق هذه الباصات. 5000 دينار من هذه المرائب سيتم إعادة دراستها حسب ظروف الحركة وكذلك حسب مناطق البعد من المطار، ستكون لجانب الرصافة تسعيرة وكذلك لجانب الكرخ تسعيرة أخرى. المواطنون رحبوا بجهود وزارة النقل، لكن في ذات الوقت تجتمع آراء مواطنين آخرين على أن هناك خلافات ليست بالجديدة بين السلطات المحلية المسؤولة عن إدارة مفاصل المطار واستثماراته، ناهيك عن التجديد الأمني من قبل الشركة الأمنية البريطانية المتعاقدة لحماية المطار. من مطار بغداد الدولي، ياسر عامر، العراقية الإخبارية.
النشرة مستمرة وفيها أيضا: الصحة تسجل 2947 حالة شفاء والإصابات تتخطى حاجز 200,000 منذ تفشي الوباء. ردا على القرار الأمريكي، 13 دولة بمجلس الأمن تعارض فرض عقوبات على إيران. في مستجدات الموقف الوبائي اليومي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 70 مصابا إثر المرض خلال 24 ساعة الماضية. وأشار بيان الوزارة أنه تم تشخيص 2947 حالة شفاء، فيما أكدت أن أعداد المصابين تخطت 200,000 منذ تفشي الوباء في البلاد. أعدت دائرة صحة الرصافة خطة تعاون مشترك مع هيئة المواكب الحسينية بمساعدة 120 فرقة صحية متخصصة بالمسح الوبائي لإجراء الفحص السريع لفيروس كورونا. وقال المدير العام لدائرة الصحة الدكتور عبد الغني الساعدي أن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بادرت بتوفير متطلبات الحملات المختبرية الخاصة بنقل المسحات للمشتبه بهم، فضلا عن توفير مواد الفحص الخاصة بالكشف السريع، مما يؤمن إجراء حملات واسعة ومستمرة للكشف عن المصابين. وبعد أن خصصت لعلاج مرضى كورونا، عاد معظم المستشفيات في العاصمة بغداد إلى استقبال مختلف الحالات الصحية. وزير الصحة حسن التميمي زار مستشفى اليرموك وأكد عودة المستشفيات إلى سابق عهدها. 900 سرير ستعود لخدمة الحالات المرضية الاحتيادية بعد تخصيصها لمرضى كورونا في وقت سابق. وزير الصحة وخلال زيارة لمستشفى اليرموك التعليمي أعلن عن عودته لسابق عهده لعلاج جميع الحالات وبمختلف الاختصاصات بعد تخصيص الأموال اللازمة لتأهيل الأقسام والردهات وتزويده بالأجهزة الطبية الحديثة. جانب الكرخ عدنا مستشفى اليرموك للعمل ومستشفى الكاظمية وأيضا مستشفى اليرموك التعليمي ستستقبل المراجعين غير مرضى كورونا. المستشفى كما تعلمون بناها التحتية قديمة تحتاج إلى كثير من التأهيل. اليوم خصصنا المبالغ المالية اللازمة لإعادة تأهيل الردهات، دار الأطباء، الردهات الباطنية، صالات العمليات للجراحة البولية والأنف والأذن والحنجرة، الكسور، الردهات النسائية وبعض الردهات الباطنية، بالإضافة إلى إضافة مصاعد إلى قسم الحروق وقسم الطوارئ والاستشارية. وسيعود المستشفى للعمل بكامل طاقته لاستيعاب المرضى من بغداد والمحافظات الأخرى، فضلا عن استقباله للطلبة المتدربين، فيما سيتم الإعلان قريبا عن عودة عدد من المستشفيات في بغداد إلى استقبال الحالات الاحتيادية. عادت المستشفى إلى ما كان عليه قبل كورونا ليستقبل المرضى الاختصاصات الأخرى 100%، سيكون العمل به سواء العمليات الجراحية والباطنية ومراكز التخصصية الأخرى. تجهيز المستشفى بالاحتياجات إن شاء الله الآنية، وبإذن الله إن شاء الله يكون الأيام القادمة إن شاء الله تعود المستشفى إلى سابق عهدها بتقديم الخدمات كافة لكافة المواطنين. ومع استمرار تصاعد الإصابات بجائحة كورونا في بغداد، إلا أن إنشاء المستشفيات السريعة أسهم في احتواء هذه الأعداد لتعود مستشفى اليرموك إلى استقبال الحالات المرضية الاحتيادية. عباس نعم، العراقية الإخبارية، بغداد. المجلس الاقتصادي العراقي بدوره تبرع ب 125 قنينة أكسجين لمستشفى الشهيد آسو الخاصة لمعالجة مرضى كورونا في محافظة السليمانية. هذه المبادرة جاءت ضمن الجهود الوطنية والشعبية المبذولة لمكافحة هذا الوباء. مع استمرار جائحة كورونا تستمر معها المبادرات الإنسانية المختلفة، وضمن إحدى هذه الفعاليات
التي حملت عنوان مبادرة الشفاء الوطنية، قام المجلس الاقتصادي العراقي بالتبرع إلى إحدى أكبر المستشفيات الخاصة بفيروس كوفيد 19 في محافظة السليمانية بعدد كبير من قنانيل الأكسجين. ضمنت هذه المبادرة عدة فعاليات، كانت الفعالية أهمها أنه توزيع قنانيل الأكسجين بواقع 4000 قنينة أكسجين من الشمال إلى الجنوب. احنا كنا البارحة بمحافظة ديالى وكركوك، اليوم شملنا هذه المبادرة بإقليم كردستان العزيز، محافظة سليمانية اليوم وزعنا 125 قنينة أكسجين. طبعا هذه الحصص هي عبارة عن جدول من وزارة الصحة مستلمة، هي اللي توجهنا بالتنسيق مع خلية الأزمة. القائمون على مستشفى الشهيد آسو الخاصة بمرضى فيروس كورونا ثمنوا هذه المبادرة وعدوها خطوة مهمة لتوفير المستلزمات الأساسية لعلاج المصابين، خاصة للحالات الحرجة وشفاء أكبر عدد ممكن من المرضى. نشكر ونقدم كل كلمات العرفان لهذه المبادرة من خلال تقديم قناني الأكسجين، وأكيد نحن بحاجة إلى مثل هكذا مبادرات تساعد الكوادر الطبية وكذلك تخفف عن المرضى، وبصراحة نعتز كوننا أخوة في وطن واحد من خلال التكاتف والتعاون. مبادرة إنسانية من شأنها التخفيف عن معاناة المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إظهار مدى التكاتف بين أبناء الشعب العراقي من خلال هكذا مبادرات. من داخل إحدى المستشفيات الخاصة بفيروس كورونا في السليمانية، سيف حقي، العراقية الإخبارية. على الرغم من انتشار فيروس كورونا إلا أن الملاكات الصحية في محافظة نينوى لم تكن بمستوى التحدي، فالمراكز الصحية والمستشفيات تفتح لأيام معدودة في الأسبوع في وقت أعرب المواطنون عن سخطهم من جراء تردي الواقع الصحي في المحافظة. تغلق المراكز الصحية أبوابها بالعطل وبعد انتهاء الدوام الرسمي، وكأن الموصل في أفضل حال، وخلية الأزمة بالمدينة لا تفكر بها كمساند كبير وهام للمشافي الكرفانية اليتيمة بجانبي المدينة. تعال افتر على يمن، شوف المستشفيات يمنا مدمرة، أرض صحراء، وين حق المواطن؟ ما رايدين منهم فلوس، هسه اللي يتمرض يموت. ليش؟ لأن ماكو أحد يقول لك منو أنت. طبعا مركز صحي أهم من المستشفى بكثير، لأن يعني بس أنت هم المشكلة، هم أنت بنفس الوقت هم عندك علاجاتها ما موجودة قليلة، علاجات يعني ما متوفرة بالمستوصف. بدل ما راح المستشفى المستوصف هو لازم يغذي الحي كله، هذا المفروض، وتروح علينا وجيك الشيء ماكو بالمستوصف، لا علاجات ولا أدوية. ستشكل هذه المراكز الصحية إذا ما استغلت أملا وسكينة للأهالي الذين تؤرقهم تفاقم الأمراض المزمنة التي لا تهاجمهم أوقات الدوام الرسمي فقط. طبعا تراجع مراكز الصحية الأولية القريبة على بيتك، القريبة على شغلك، تعالج أهلك، تعالج أطفالك، مثل ما يقول أحسن من مسدود. على الأقل يعني المراجعين ما نقل لك مكان ما هناك بالمستشفى ألف، هون تقريبا 100، ولهذا يا ريت انه هذا يفتح المركز الصحي على طول، تفتح ويدير بالهم على الناس، وشويه مثل ما يقول امينا يراعون ظروف الناس، حتى مثل مات مثلا واحد بي مات النقل على الكل، مثل ما يروح على مستشفى عام. صحة نينوى وخلية الأزمة عليهم أن يفتحوا أبواب هذه المراكز الصحية الأولية ليلا ونهارا ليخلقوا أجواء إيجابية في نفوس أهالي الموصل الخائفين. للإخبارية العراقية أيهم عمر، الموصل. شهدت أسواق ميسان إقبالا متزايدا من قبل أصحاب المواكب والحسينيات، تركز الإقبال على شراء المواد الغذائية الأساسية المستخدمة في إتمام الشعائر الحسينية عند مستويات أسعار مستقرة.
زيادة طلبي على المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الخاصة بشهر محرم الحرام أدى إلى إنعاش السوق المحلية في ميسان. تضرب في شهر محرم الحرام أروع صور الكرم والضيافة عبر توزيع الطعام والشراب بمختلف أنواعه على المعزين، وهو ما يولد زيادة للطلب على المواد الغذائية المستخدمة في إتمام الشعائر الحسينية التي أنعشت حركة الأسواق المحلية في ميسان. طبعا بكل بداية شهر محرم في كل عام نشهد إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية، والحمد لله الأسعار كلها ماكو أي تغيير بالأسعار، الأسعار باقية والمواد متوفرة والحمد لله موجودة. أما أسعار المواد الغذائية فهي مستقرة نسبيا على الرغم من زيادة الطلب عليها كالرز والبقوليات والمشروبات والعصائر التي يحتاجها أصحاب المواكب والحسينيات بشكل يومي سيما في الأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام. هي حاليا المواد الأساسية هي الشكر، الزيت، المواد الغذائية، المعجون، هواي اكو مواد يعني اساسيه تعتبر بالوجبه للامام الحسين سلام الله عليه، فالحمد لله وشكر اقبال يعني زين بالنسبه لاصحاب المواكب. والله الحلويات على الكيك والشراب على مدة عشر محرم اسعار مستقره نفس الاسعار ارخص من العام. سيال البديري، العراقيه الاخباريه، ميسان. مختلفة هذا العام هي الشعائر الحسينية في العاصمة الأسترالية سيدني. المجالس الحسينية أقيمت لكن بإجراءات وقائية وبشكل محدود بسبب انتشار جائحة كورونا. تستحضر ملحمة الطف كل عام ويعيش المؤمنون تفاصيلها هنا، حيث يحيون أجواء عاشوراء تماما كما في كربلاء، غير أنها ستكون مختلفة هذا العام حيث تخيم على العالم أجواء كورونا والتي عطلت أغلب الفعاليات بما فيها الدينية. بسبب حالة كوفيد 19 بأكملها وانتشار فيروس كورونا منعنا من إقامة المجالس الحسينية، كما منعنا من الصلاة في المساجد أيضا، ولدينا تعليمات هنا بشأن التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة الناس. مجالس العزاء هنا سوف تقتصر على أماكن محدودة جدا وبأعداد قليلة مراعاة للظروف الصحية وتنفيذا للتوجيهات التي تحرص على سلامة الإنسان. هذا العام يطل علينا شهر محرم الحرام وفي قلوبنا ألم مضاعف، ألم المناسبة الحزينة المصيبة الكبرى، والألم الآخر بأننا لا نستطيع أن نقيم مجالس عاشوراء كما كنا نقيمها سابقا. يعني العام الماضي وقبل العام الماضي كان هناك يعني الآلاف الآلاف يشاركون في مجالس أبي عبد الله الحسين، لكن هذا العام نظرا لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم أصبح يعني العدد جدا محدود، وقد في مناطق أخرى قد يكون محظور كليا، وليس هناك يعني لا تشعر بالروحية التي تشعر بها عندما تكون حاضرا في وجدانك وتستمع إلى الخطيب. قضية الإمام الحسين عليه السلام خالدة في كل مكان، لذا يدرك المؤمنون أن التفاعل مع أهدافها واستلهام الدروس والعبر منها ممكن حتى وهم داخل بيوتهم. You have a center that has the flag of Imam Hussein عليه السلام. You need to have the أخلاق of Imam Hussein عليه السلام. العراقية الإخبارية، هدي الصباح، أستراليا.